معنا دلوقتي على التليفون سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية. سيادة السفير تحياتي لحضرتك في البداية وأهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. الرئيس السيسي في فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، أهمية المشاركة والتعويل الفرنسي على مصر في هذا المؤتمر تحديدا نبع من إيه سيادة السفير؟ هو الرئيس ماكرون حرص على مشاركة الرئيس ليس فقط لأهمية ليبيا بالنسبة لمصر ومشاركتها في هذا المؤتمر، ولكن أن للرئيس السيسي أن يعرض أمام المؤتمر وجهة نظر مصر بالنسبة لما يحدث في ليبيا، خاصة أن الانتخابات التي اتفق على إجرائها ستعقد في 24 ديسمبر القادم أي الشهر القادم، وفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة الليبية. لا أعرف من الفرقاء الليبيين دعي لحضور المؤتمر، وهذا سيظهر غدا بإذن الله. التشاور بين القيادتين المصرية والفرنسية مستمر منذ عدة سنوات، وخاصة بعد تولي الرئيس السيسي الرئاسة المصرية، والرئيس ماكرون أيضا في الرئاسة الفرنسية. لا يجب أن ننسى أن الرئيس ماكرون يبدأ حملته الانتخابية الرئاسية في خلال فترة قصيرة لا تتعدى أسابيع قليلة، فهذا المؤتمر تعول عليه الرئاسة الفرنسية كثيرا، ونعول نحن في مصر عليه كثيرا، لأننا نريد استقرار الأوضاع في ليبيا وإجراء الانتخابات بسلاسة، بدليل أن الرئيس السيسي اتصل برئيس المجلس الرئاسي الليبي. هناك بعض العناصر التي تحاول عرقلة المسيرة الانتخابية الليبية، ولكن بفضل مشاركة الكثير من الفرقاء الذين يهمهم استقرار الأوضاع في ليبيا، أعتقد أن هذا المؤتمر سيكون نجاحا ومستندا للشعب الليبي. ما الذي من الممكن أن تضيفه مصر في هذه المشاركة بفرنسا؟ مصر ستوضح أن الوضع في ليبيا ليس بالنسبة كما هو بالنسبة لدول أخرى، هو له وضع خاص بالنسبة لمصر لأن حدود طويلة مع ليبيا، اللي كانت هناك جماعات إسلامية متطرفة تحاول اختراق الحدود المصرية، ولذلك فإن مصر تناشد بقوة وتطالب بقوة بجلاء المرتزقة والدول القوات الأجنبية من ليبيا، هذا يعني أقل ما يمكن أن تطالب به مصر بالنسبة لليبيا. إذن ما هي النظرة الفرنسية لمصر في إدارة الملف الليبي تحديدا سيادة السفير؟ أعتقد أن القيادة الفرنسية منذ بدأت الأزمة الليبية وانتهاء عصر الرئيس القذافي كانت على اتصال كبير مع القيادات المصرية، وكانت تحرص على الاستماع إلى التقييمات المصرية والمعلومات المصرية عما يحدث في ليبيا، وليبيا بلد كبيرة تحيط بها دول ناطقة في الفرنسية وأعضاء في الفرنكوفونية الفرنسية، فتأثيرها على ما يحدث في ليبيا في الدول الناطقة بالفرنسية كما يحدث مثلا في مالي والنيجر، هناك تطورات كبيرة بالنسبة لما يحدث في هذا الموضوع. نحن وفرنسا لنا رؤية مشتركة نود أن نعرضها على هذا المؤتمر والحصول على تأييد الدول الأخرى المشاركة في المؤتمر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية على هذه المداخلة.